السلام عليكم. صحيفة: أمريكا تخطط لمنع إيران من تصنيع الطائرات المسيرة بحملة عقوبات. إن لم تكن مشتركا في القناة فاشترك، وإذا كنت من المشتركين فنسى الإعجاب بهذا الفيديو. تخطط الولايات المتحدة الأمريكية لحملة عقوبات لمنع إيران من إنتاج الطائرات بدون طيار وصواريخ موجهة، حسب ما أفادت صحيفة وول ستريت جورنال الأمريكية. ونقلت الصحيفة عن مسؤولين أمريكيين أن الخطة الموجهة ضد قدرات إيران في توجيه ضربات دقيقة باستخدام طائرات بدون طيار وصواريخ موجهة مرتبطة بمخاوف بشأن التهديد الذي تشكله هذه الأسلحة على مصالح الولايات المتحدة وحلفائها. وذكرت أن ممثلي الأجهزة الأمنية الغربية يرون في قدرات الجمهورية الإسلامية تهديد مباشر للاستقرار في الشرق الأوسط، بالإضافة لبرنامج إيران النووي وتطوير الصواريخ البالستية. وأضافت الصحيفة أن الولايات المتحدة فرضت في السابق عقوبات على برنامج إيران النووي لتكون الإجراءات التقييدية أكثر فعالية ضد شبكة المشتريات الإيرانية، على سبيل المثال ضد موردي قطع الغيار المستخدمة لإنشاء طائرات بدون طيار وصواريخ موجهة عالية الدقة. وقال مسؤول أمريكي كبير للصحيفة: هذا جزء من نهج شامل، لذلك نحن نتعامل مع جميع جوانب التهديد الإيراني. وأشار مصدر آخر للصحيفة إلى أن الطائرات الإيرانية بدون طيار أصبحت تشكل تهديدا متزايدا لحلفاء الولايات المتحدة في المنطقة. ورفضت وزارة الخزانة الأمريكية التعليق، ولم يقدم ممثلو إيران في الولايات المتحدة في نيويورك أي تعليق أيضا. وفرض الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب عقوبات اقتصادية قوية على طهران بعد انسحابه من الاتفاق الموقع بين مجموعة 5+1 وإيران في 2015 لترد بخفض التزاماتها ضمن الصفقة النووية منذ 2019. وتطالب طهران واشنطن برفع العقوبات التي فرضتها إدارة الرئيس السابق قبل تراجعها عن الخطوات التي اتخذتها بالتخلي عن الامتثال الكامل للاتفاق النووي. وفي المحادثات الهادفة لإحياء اتفاق 2015 النووي، يختلف الجانبين الأمريكي والإيراني على الخطوات التي يتعين اتخاذها وتوقيع إزالة الشكوك المتبادلة وضمان الامتثال الكامل ببنوده. في الأخير، إذا كنتم من المهتمين بهذا النوع من الأخبار لا تنسوا الاشتراك لتتوصلوا بالجديد، وشكرا.